يارا. يارا نعم حكم نعم اللافتة الآتية بأسلوب السلام نهي عليكم. مناسب. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا يا يارا اكمل اللافتة الآتية بأسلوب نهي مناسب. نقط في نظافتك الشخصية. ممكن لا نقول إيه هتحط يا ايه يارا؟ اتنين يا ناس؟ لا تهمل، لا تهمل. لا تهمل في نظافتك الشخصية. يبقى هنكتب لا تهمل في نظافتك الشخصية. كله كتب؟ محمد محمود. ايوه يا ماما. يلا يا محمد نشاط اتنين. اقرأ الفقرة الآتية ثم أجب. اقرأ يا محمد. لاحظ أنس عدم انتظام زملائه بالفصل في الذهاب إلى التمرين، وأنهم لا يقدرون أهمية ممارسة الرياضة. فخير الصواب ما بين القوسين. رقم واحد، الرياضة مهمة لصحة الجسم، العمل، النوم. هيا محمد. محمد محمود. نعم الرياضة مهمة الجسم، لصحة ايه يا محمد؟ قلت الجسم. الجسم. محمود. محمود مضاد أهمية، مضاد أهمية، إغفال، إضعاف، انقطاع. إضعاف. إضعاف. ندى، ضع علامة صح أو خطأ. أنس يحب مساعدة زملائه. صح ولا غلط؟ صح صح. محمد الغزالي. ايوه يا ميس. لم يتحمس زملاء انس للعمل في مجموعات البحث. غلط غلط، لانهم تحمسوا طبعا وكانوا بيساعدوه وقسموا نفسهم مجموعات. نورهان. يا نورهان نشاط ثلاثة. اقرأ النص وأجب. اقرأ يا نورهان. يا صاحي تنهي لا تعجل، إني مزيك فلا ترح صحتي من سر سعادتي بزفتي كاس تصبح أفضل ضفت لا تصبح أفضل. تخير الثواب ما بين القوسين. رقم واحد يا نورهان، يجب الاهتمام بالنظافة الأشياء. النظافة. يجب الاهتمام بالنظافة. شكرا يا نورهان. هاجر. نعم. يلا يا هاجر. الصحة تكون في الجسم الطويل ولا السريع ولا السليم؟ السليم. السليم. يارا. نعم. يلا يارا ده علامة صح أو خطأ. أستخدم منشفة صديقي في تكفيف يدي، صح ولا غلط؟ غلط. غلط. ندى. نعم. يلا يا ندى رقم اتنين. نغسل أيدينا قبل تناول الطعام، صح. إجابة صحيحة. محمد محمود. نعم يا مس. هي صفحة يا مس كام؟ احنا بنحل في التقييم اللي معانا يا هاجر، عشان بس انت دخلتي متأخر. احنا بنحل اللي جنبها على طول. تلاتة صفحة تلاتة. يا مس. صفحة تلاتة. كان سمير لا يهتم. اقرأ يا محمد. كان سمير لا يهتم. محمد اقرأ الأول الفقرة يا محمد. في يوم من الأيام. يا بس بس مس وانت يا مس حضرتك داخلة يا مس صفحة أربعة، هي صفحة تلاتة يا مس.
صفحة 3، في يوم من الأيام وجد الضفدع طبلا على السطح. مش موجودة في التقييمات يا مس، موجودة أساسا يا مس في الورق. إيه؟ يا مس دي مش في التقييمات، مش موجود في التقييمات يا مس. لا أنا سميرة. ماشي لا من إيه؟ صفحة 3 مش 4. اقرأ. طيب يمس ده كان سمير لا يهتم. أيوة كان سمير لا يهتم. يمس حضرتك فاتحة صفحة تانية. دي الورقة يا مس، دول صفحتين بس. تمام يلا اكمل النص التالي بوضع كل كلمة من الكلمات الآتية في مكانها الصحيح. الكبيرة سمير لا يهتم. نقرأ الأول يا محمد، اقرأ الكلمات. كان سمير لا يهتم. الجدار، الطبيب يهتم. كان سمير لا يهتم، لا يهتم بغذائه فمرض. يرى، فمرض سمير وذهب إلى نقط. الطبيب، وذهب إلى الطبيب محمد الغزالي، فنصحه الطبيب بتناول كمية من نقط. فنصحه الطبيب أن بتناول كميات من الخضار قصدي من الخضار. يلا يا هاجر. نعم، من الخضار والفواكه بشكل يومي. اليوم نظر لقوائدها الصحية الكبيرة. الكبيرة. نورهان. نورهان. نشاط 5 يا نورهان. ايه القلم في حقيبتك؟ أداة استفهام. كم قلم في حقيبتك؟ اكمل بأداة استفهام، كم قلما في حقيبتك؟ محمود، رقم 2 يا محمود. رقم 2. اكمل بظرف زمان. ماشي. أذهب إلى مدرستي صباحا. أذهب إلى مدرستي صباحا. يلا يا يارا، 3 يا يارا. ضعي علامة ترقيم يا يارا. يستيقظ. لا، رقم 3 يا يارا، ضعي علامة ترقيم. كيف كان الامتحان؟ ايه علامة الترقيم اللي عرفتها؟ كنت ورقة. هيا يارا. علامة استفهام. علامة استفهام. يلا يا نورهان، رقم 4 يا نورهان. نقط أحمد مبكرا، ضعي فعل مضارع. يستيقظ أحمد مبكرا. يستيقظ أحمد مبكرا. نشاط 6 محمد محمود، حلل الكلمات الآتية إلى مقاطع الصوتية. عندنا كلمة النجاح. النجاح. ألف ولام ونون مع بعض. عندنا النون هنا عليها شدة، لما يجي هتتقسم لحرفين، الأول ثابت متحرك، يبقى ألف ولام ونون مع بعض. بس أنا بقول نون لوحدها. نون لوحدها. ونون لوحدها. ها، هو الألف والنون مع بعض. بعد جيم وألف وبعدين طب قولها مرة تانية عشان زميلتك عايز تكتب. ألف ونون مع بعض والنون لوحدها وجيم ألف ونون مع بعض ونون وجيم وألف وحاء. يبقى أول واحدة ألف ولام ونون مع بعض، ألف ولام ونون مع بعض، وبعد كده النون الثانية لوحدها،
وبعد كده المد والممدود ده الجيم والمد بالالف مع بعض، وبعد كده الحاء. شكرا يا محمد. نورهان، الكلمه اللي بعدها يا نورهان كلمه عامل. عامل العين والالف مع بعض والميم وحدها واللام وحدها. يبقى احنا كلمه عامل المد والممدود العين والمد بالالف مع بعض والميم لوحدها واللام لوحدها. محمد الغزالي، الكلمه اللي بعديهم يا محمد. الكلمه اللي بعديها كرمة، الكاف يا مس مع الراء والراء الثانيه لوحدها والميم لوحدها. عندنا حرف الراء عليه شده، هنفك الشده هتبقى هتديني حرفين حرفتين، الاول ساكن والثاني معاه الحركه اللي مع الشده، هتبقى حرف الكاف والراء مع بعض والراء الثانيه لوحدها والميم لوحدها. شكرا يا سنه ثالثه، كده التقييم اتحل، كله حل معايا.